السيدات والسادة، زملائي وزميلاتي أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة واسط الغراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه المحاضرة أو الورشة التدريبية حول المفاهيم والأدوات الأساسية لتطبيق التعليم الإلكتروني في الجامعات العراقية بشكل عام وفي جامعة واسط بشكل خاص. تم إعداد هذه المحاضرة بمتابعة السيد مساعد رئيس جامعة واسط الشؤون العلمية أستاذ مساعد الدكتور صبيح لفتة فرحان المحترم، وبالتنسيق ومتابعة حثيثة من قبل السيدة مدير قسم الشؤون العلمية وعضو لجنة التعليم الإلكتروني في جامعة واسط الدكتورة عايدة حميد حسن المحترمة. محدثكم أستاذ مساعد الدكتور مازن سمير الحكيم، رئيس قسم علوم الحاسوب في كلية دجلة الجامعة وعضو الفريق الوزاري لمشروع التعليم الإلكتروني. في الحقيقة الفريق الوزاري لمشروع التعليم الإلكتروني تبنى على عاتقه موضوع التدريب والتوعية ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بمشروع التعليم الإلكتروني في الجامعات العراقية. يرأس هذا الفريق الأستاذ الدكتور غسان حميد المحترم مدير عام دائرة البحث والتطوير، ومنسق هذا الفريق الدكتور المبدع دكتور عامر الأمير. في الحقيقة هدف هذه المحاضرة هو شوي نسوي عملية أدابتيشن للـ e-learning ضمن للمتدربين في هذا الوقت اللي يتسم أنه هو عصر التقنية وعصر التكنولوجيا، والمتعلمين في هذا البيئة وهذا الجو تحت ظلال التحدي الكبير والأزمة الصحية العالمية اللي يعاني من عدها العالم بشكل عام. مثل ما تعرفون حضراتكم، أعلنت منظمة اليونسكو أنه حوالي 300 مليون طالب على مستوى العالم بما فيهم العراق قد يبقون بمنازلهم لمدة أسابيع بسبب إغلاق السلطات في أكثر من 12 دولة حول العالم، وهذا العدد بدأ يزداد. هذه الدول في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالحقيقة يعني هي أيضا أتت ضمن سياق التوجيهات العامة لخلية الأزمة والقرارات المنبثقة من لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020، والتزاما بقانون الصحة العامة لرقم 89 لسنة 2001. بالحقيقة أيضا جاء موضوع البرنامج التعليم الإلكتروني ضمن البرنامج الحكومي، وتحديدا في المحور الخامس محور الخدمات والتنمية البشرية، ضمن المحور الثالث اللي يتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفقرة الرابعة، وتحديدا في النقطة الرابعة اللي تتضمن التعليم الإلكتروني في الجامعات العراقية. لذلك احنا نقول انه اليوم التعليم الإلكتروني هو مو وليدة اللحظة او وليدة الحاجة او الوضع الصحي العام في البلد، لكن في الحقيقة هو سرع من تبني هذا موضوع التطبيق الإلكتروني بشكل أكبر، وصار هناك وعي أو توجه مجتمعي بشكل عام لاعتماد موضوع التعليم الإلكتروني في الدراسات الجامعية. بالحقيقة احنا نحب نوضح موضوع التعليم الإلكتروني بشكل عام في العراق وبعض المفاهيم والأدوات التقليدية اللي احنا نستخدمها والريجوليشنز العامة الحالية اللي تتجه باتجاه التعليم الإلكتروني والأدوات اللي ممكن أن نستخدمها. بس حبيت أشير في البداية إخواني إنه السيارة هذه شكلها اليوم، لكن بالحقيقة ما كان هذا شكلها، كانت بصورة أخرى. ونفس الحالة الموبايلات اللي نستخدمها وأجهزة الاتصال الهواتف أيضا كان شكلها بصورة أخرى وشكل آخر وأوبشنات أخرى. ايضا الكرسي اللي يقعد عليه الطالب اليوم هو ايضا ما كان هالشكل شكله، وكل شيء بدنا نشوف انه هو بدا يتطور. حتى الصفوف اليوم هذه الصوره هي صوره نموذجيه لمدرسه اعتقد مدرسه الوادي الاخضر في بغداد، وتستخدم الادوات التقنيه. ايضا نقول انه ما كانت الصفوف تستخدم هذه التقنيات سابقا. تقرير ديجيتال في اصدار 2019، هذا التقرير سنوي وهو تقرير معتبر ومحترم، أشار أنه عدد نفوس العراق البوبوليشن هي تقريبا 40 مليون كما مسجل التقرير، 49% من عنده إناث وتقريبا 51% ذكور. معدل أعمار العراقيين هو يقترب لل 20 سنة، و 71% من نفوس العراق هم يسكن في المناطق الحضرية في المدن يسكن. وايضا اشار التقرير انه حوالي 20 مليون شخص من سكان العراق هو يستخدم الانترنت، يوصل الى الانترنت، وحوالي 19 مليون من عندهم يستخدم اجهزه الموبايل للوصول الى شبكه الانترنت. بالتالي احنا يعني هذا الارقام تعطينا انطباع انه هناك مستخدمين عدد لا باس به يستخدمون الاجهزه الحديثه للوصول الى شبكه الانترنت.
بس لا ننسى أن هناك نسبة كبيرة أيضا من عندهم هو لربما ما يقدر يستخدم هذه الأدوات التقنية الحديثة، فأيضا أنه لازم ما نغفل هذا الجانب لما نشوف عندنا مجموعة طلبة هو ما يمتلك اتصال بالإنترنت في مناطقهم أو في مناطق سكناهم، وخاصة في المناطق الريفية. وأيضا ما مشجع هو أنه العراق يعتبر من الدول الشابة، والدول الشابة دائما تتجه نحو استخدام التقنيات الحديثة والأجهزة الحديثة والمفاهيم الحديثة، وهذا شيء مشجع. هذا ما شجع وزارة التعليم العالي وما شجع جامعة واسط أيضا بتبني مفاهيم التعليم الإلكتروني. ونرجع نقول هي مو وليدة اللحظة، هي منذ سنوات احنا نقوم بهذا الموضوع، لكن الوضع العام هو اللي بدأ يسرع بتطبيق هذه المفاهيم. وطبعا احنا من نحكي على التعليم الإلكتروني دائما بدنا نحكي على التكنولوجيز اللي هي الإلكترونية اللي ترافق عملية التعليم. وحسب ما عرفت الدكتورة عايدة انه كلية الطب في جامعة واسط منذ 4 سنوات هي تطبق التعليم الإلكتروني، وتبنت منصة الجوجل كلاس روم، كذلك كلية الهندسة تستخدم الكامبس، وكذلك كلية الحاسوب علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات. واحدة من الأمور اللي شفتها أيضا في الويب سايت مالتهم أنهم يستخدمون الجوجل درايف. وهناك مراكز متخصصة ما شاء الله في جامعة واسط مثل مركز ابن سينا ومركز الحاسوب والمعلوماتية. كل هذه وبقية الكليات أيضا تتبنى استخدام التعليم الإلكتروني. لكن إحنا حقيقة وين نروح؟ نروح للناس اللي الأساتذة زملاء الأساتذة اللي هم بالحقيقة يواجهون صعوبات باستخدام التقنية، يعني الأقسام اللي هي غير متخصصة في مجال استخدام التقنيات الحديثة. كثير من الأقسام موجودة، أقسام رياضية وأقسام إنسانية، أقسام علوم دينية وعلوم قرآنية، وكثير من الأقسام اللي هي نوعا ما تستخدم الحاسبات والتقنيات الحديثة بشكل مثل ما يستخدم الكليات الهندسية والكليات الطبية والكليات المتخصصة في هذا المجال. الفكرة الأساسية أنه هي هذا النولج وهذا السكيلز وهذا الانستراكشنز اللي موجودة عند الأساتذة، شلون احنا نوصلها إلى أبنائنا الطلبة. الحقيقة هي جزئين مثل ما تعرفون حضراتكم، هي جزء التيتشنج وجزء الليرنينج. وهذا ما يعني يؤدي إلى قصة الأدوكيشن أو الهاير أدوكيشن إذا احنا بدنا نحكي بالتعليم العالي. احنا موضوعنا اليوم بالحقيقة هو شلون نعزز موضوع التيتشنج وموضوع الليرنينج بالأدوات بالتولز. هي هاي القصة. اليوم التولز بدأت تتطور، يعني احنا نريد نقول انه الادوات التقليديه اللي يستخدمها الاستاذ ويا طلبته هو استخدام السبوره، وبدينا نستخدم الداتا شو، بدينا نستخدم الحاسبه، ايضا بدينا نستخدم البوينتر، لربما نستخدم سمارت بورد ونستخدم هذه الاقلام اللي تكتب، وسمارت بورد اتطورت وصارت مالتي تاتش. ايضا بدينا نستخدم التابلت بعض الكليات، وحتى المدارس بدات تستخدم التابلت واجهزه الموبايل. وبوجود الانترنت ايضا ظهرت منصات وتطبيقات تخص التعليم الالكتروني مثل المودو، مثل جوجل كلاس روم، تيشر كيتس، مثل المودل كامبس، وغيرها من التطبيقات والمنصات اللي بدينا نستخدمها لدعم التعليم باستخدام هذه الادوات التكنولوجيه الحديثه. احنا نؤمن اليوم انه مهما كان الاجهزه اذا كانت اندرويد او ايفون، يعني بيست اندرويد او بيست اي او اس، معظم التطبيقات اللي موجودة في تليفونات عند الشباب اليوم أو عندنا قد يكون هذا الصورة هي ستاندر، بيها السناب شات، بيها الماسنجر، بيها الانستغرام، بيها الفايبر، الواتساب، التويتر، وغيرها من التطبيقات اللي نجي نشوفها بموبايلاتنا اليوم. ونعتقد احنا بما انه عندنا هذه الرغبة وعندنا هذا التوجه والعصر هو عصر يعني رقمي ديجيتال، احنا نعتقد حتى لو ضفنا تطبيق لخص التعليم الالكتروني اعتقد راح تصير عملية التفاعل وياه هي عملية ما تاخذ ذيك الصعوبة، كون انه اليوم الشاب هو يعيش في بيئة هي بيئة تكتسب انه هي بيئة رقمية. لذلك التعامل ويا هذه التطبيقات ما اعتقد راح يكون من الصعوبة البالغة قد ما احنا نحتاج انه مسألة وقت على مود الممارسة لاستخدام هذه التطبيقات. الصفوف الحالية الطالب هو داخل الصف ويتفاعل مع أستاذه، وبدينا مثل ما قلنا تتغير التقنيات، ربما بدينا نستخدم سمارت بورد ونستخدم المالتي ميديا، نستخدم الفيديو، نستخدم الباوربوينت مثلا، وبدينا بعض الكليات تستخدم أجهزة التابلت، وحتى بعض الكليات راحت إلى الكتب التفاعلية. وبالحقيقة احنا من نحكي على موضوع التعليم الإلكتروني احنا
نشير انه عمر التعليم الالكتروني في العراق هو 33 سنه. الجامعه التكنولوجيه قسم هندسه البناء والانشاءات منذ العام 1987 بدات تستخدم مفاهيم التعليم الالكتروني حسب التقنيات اللي موجوده في تلك الفتره. وتابع لحقها المركز القومي للحاسبات والمعلوماتيه بتبني موضوع التعليم الالكتروني ومنح شهادات الدبلوم والماجستير بهذا التخصص. فبالتالي احنا نستخدم الادوات الالكترونيه في التعليم كادوات سانده منذ زمن طويل. هذا المشروع هو مشروع الفاتح في تركيا، ايضا يستخدمون الاجهزه التقنيه الحديثه في التعليم الالكتروني. وهذا مشروع كاشف الهند، ايضا يستخدم التقنيات الحديثه في التعليم الالكتروني. لذلك نشوف العالم كله دا يتجه الى موضوع تبني مفاهيم التعليم الالكتروني وتطبيقاته. نجي اليوم نقول انه الطالب في البيت هو دا يستخدم ربما الموبايل او يستخدم التابلت او يستخدم الحاسوب، يوصل الى شبكه الانترنت استعراض وتصفح المواقع والبحث والدراسه ايضا. لذلك نقول ايضا هو يقدر يستخدم ويوصل الى التطبيقات والمواقع اللي هي تتعلق بالتعليم الالكتروني مثل بلاك بورد، مثل ادمودو، مثل كثير من التطبيقات والمنصات، وايضا ممكن انه يوصل لجوجل كلاس روم. حقيقه عندما يدخل الى جوجل كلاس روم كطالب راح يشوف انه هناك مجموعه صفوف، مجموعه مواد حسب ما مسويها اساتذته اللي هي لها علاقه بالمرحله اللي هو بيها. اليوم الصف لما الاستاذ يتفاعل مع الطالب ضمن هاي الوسائل التقنيه والتكنولوجيه، الطالب يقدر يوصل الى الماده التعليميه من البيت عن طريق شبكه الانترنت، وكانما هو ما ينفصل عن الاستاذ حتى هو خارج الدوام وهو في البيت. هذا احنا نسميها هذا الاستراتيجي بشكل عام، نسميها البليند ليرنينج استراتيجي، يعني استراتيجيه التعليم المزيج. وحقيقه هو يتطلب بكل الاحوال حتى لو كان يتابع دروسه وواجباته بالبيت، هو يتطلب حضوره الى الكليه او الى القسم لاداء الامتحانات بشكل رسمي و بشكل أصولي. لكن لا بأس أن نسوي عمليات بعض التقييمات الأولية أو الكوزات أو كذا أو الأسايمنت ندزه ونتابع التقارير مثلا عن طريق منصات التعليم الإلكتروني، لا بأس بهذه الطريقة أيضا. اليوم ضمن الظروف الصحية العالمية اللي يواجهها بلدنا العزيز أيضا، منعت بشكل قصري للأسف أنه يحضر الطالب إلى الكلية ويقوم بعملية إيصال المادة التعليمية. لذلك اليوم نشوف بات من الضروري أنه يتواصل الأستاذ مع طلابه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق هذه منصات التعليم الإلكتروني حتى يوصل للمادة العلمية، لأن مهما كان هو الأستاذ هو هذا واجب الأساسي وهو مؤتمن وحريص على مستقبل أبنائنا الطلبة بإيصال المادة العلمية وبالشكل الأمثل ضمن هاي الظروف وهاي الظروف. لذلك احنا نقدر نستخدم مو فقط جوجل كلاس روم، ممكن نستخدم المودل مثل ما بعض الاخوان في الكليات يستخدمون كانفس، ممكن نستخدم الادمودو، بلاك بورد وغيرها كثير من منصات التعليم الالكتروني ممكن نستخدمها لايصال الماده التعليميه والتفاعل مع طلابنا. هذا المودل هذا عفوا الادمودو، الادمودو نقدر نكتب edmodo.com راح تطلع لنا واجهه. هذه الواجهه شبيهه جدا بالفيسبوك، ممكن نسوي يعني نكتب بوست يظهر البوست، ممكن نسوي لايكس، ممكن نسوي شير، ممكن نجاوب، وحقيقة التفاعل مثل ما موجود التفاعل على الفيسبوك. وبالضبط هي هذه المنصة، منصة الإدمودو تشبه منصة الفيسبوك لكنها مخصصة للتعليم. الجروبات اللي ممكن تصير هي عبارة عن صفوف، فبالتالي الطالب الفريند هنا أو الطالب ممكن أن ينضم إلى جروب اللي هو ينضم إلى الصف. حتى من ينضم إلى الصف ممكن يشوف الأستاذ يقدر يسوي دز أسايمنت، يسوي كويز، يسوي بول، يعرف يعني فيدباك من الطلبة يأخذ أو يسوي استبيان. اكو رمز، اكو كود لهذا الصف، هذا الكود عندما اعطيه للطلاب مجرد ان الطالب يكتب هذا الكود ينضم اوتوماتيكيا الى هذا الجروب اللي هو هنا الصف. من الجميل انه عدد الطلاب اللي موجود تقدر تقسمهم الى جروبات اخرى، سب جروبس او جروبات صغيره، وتتعامل وياهم او تتعامل مع كل الطلاب. فبالتالي ايضا هذه وسيله بسيطه للتعامل مع الطلاب، خاصه اذا كانت عندنا بعض الاساتذه هم مو بالتخصص التقني وهو فاميليار ويا الفيسبوك، فممكن انه يروح على الادمودو. الادمودو ممكن انه نلقاه على الويب سايت، وممكن انه نلقاه كتطبيق على اجهزه المحمول وعلى اجهزه التابلت. بالمناسبه مركز الثقافه الفرنسي في بشكل عام في العالم وحتى في العراق هو يتبنى استخدام الادمودو، وايضا كليات اللغات واقسام المعنيه بتدريس اللغات هي تدربت بشكل كلش كبير على موضوع الادمودو، فبالامكان استخدام الادمودو كمنصه. وأنا أنصح بها حقيقة للناس اللي هم ما واصلين إلى مرحلة باستخدام هذه الأدوات التقنية بشكل احترافي، إذا يريدون يأخذوا فد شيء وسط بالتواصل مع طلابهم فممكن أن يستخدمون الإدمودو.
جوجل كلاس روم حقيقة الفريق الوزاري وبشكل عام في العراق صار التوجه باستخدام جوجل كلاس روم، وبدينا نتبنى هذا الموضوع، وكثير من الجامعات بدأت تتبنى استخدام جوجل كلاس روم، واللي راح نسولفه لاحقا. القصة وين أساتذتي الكرام؟ القصة إنه هاي المادة اللي موجودة عندي إحنا نريد نوصلها إلى طلابنا. المادة موجودة عندي يا أما ورق، يا أما موجودة على شكل وورد أو بي دي إف أو باوربوينت أو حتى صور، لربما كتاب مصدر ما أقدر يعني ألقاه إلكتروني بي دي إف، فلربما إنه أنا ماخذ الصور لمجموعة من الصفحات. بالحقيقة ممكن مثل ما دا يصير حاليا، ومثل ما دا نلاحظ خلال هاي الفترة، إنه دا توصل المادة التعليمية إلى طلابنا عن طريق وسائل الاتصال، عفوا وسائل الاتصال، القصد دا نستخدم الواتساب او الفايبر او التليجرام، حتى لو سوينا شانل قناه بالتليجرام، لكن هي تبقى اسمها وسائل اتصال. حقيقه هي مو وسائل تعليميه، وانما وسائل تواصل اتصال ممكن انه نستخدمها. وايضا بعض الاخوان بدا يستخدم الفيسبوك، ربما يحط لينكات بالتويتر او يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. ولاحظ اخوان انه هذه وسائل الاتصال او وسائل التواصل الاجتماعي هي مو تحت عنوان وسائل التعليم الالكتروني، لذلك اكو منصات خاصه. هذه المنصات مثل منصه الادمودو، مثل منصه الجوجل كلاس روم، مودل كافي، وغيرها من المنصات، هي منصات متخصصه للتواصل والاتصال والتفاعل مع الطلاب من بيئه تعليميه. هي هاي الفكره، لذلك احنا نفضل نروح على الشيء الستاندر، الشيء القياسي. طبعا ايضا احنا نفضل استخدام الفيديو، نصور هذه المحاضرات على شكل فيديو، لان مهما كان هو الفيديو راح يكون خلينا نقول اكثر متعه، اكثر ايصال للمعلومه، اكثر مما انه الطالب يقرا الماده وحده. هذه تحتاج الى ريجوليشنز، نضع سياسه عامه، ربما انا مسؤوليه القسم بشكل عام او مسؤوليه الجامعه، وضع فد ريجوليشنز معينه لتنظيم هذه العمليه، حتى لا تكون عمليه مثل ما نلاحظها اليوم هي عمليه عشوائيه في البلد. نعم هي حاله صحيه للدفع بانتشار استخدام التعليم الالكتروني والمشاركة الإلكترونية من قبل الأساتذة والطلاب، لكن أيضا تحتاج إلى يعني عملية تنظيم أكثر. لذلك إحنا نقترح من وجهة نظرنا البسيطة أنه ممكن هذه المادة التعليمية بالحقيقة أول شيء نتبنى منصة مثل منصة جوجل كلاس روم، وممكن أنه هذه المادة التعليمية مهما كانت شكلها ممكن نحولها إلى فيديو، وهذا الفيديو ممكن أنه يرفع على الجوجل كلاس روم، وبالتالي الطلاب تقدر توصل له وتتفاعل مع التدريسين من خلال استخدام شبكة الإنترنت. نعم حقيقة احنا عندنا ملاحظات حول بطء شبكة الإنترنت اليوم اللي دا يعانيها البلد بشكل عام، صعوبة الوصول إلى الإنترنت خاصة في أوقات الذروة. عندنا أيضا ملاحظات حول لربما عزوف بعض الطلبة عن استخدام المنصات الإلكترونية أو التعليم الإلكتروني لعدة أسباب، من ضمنها هو مو بتخصصه أو ما عنده المعرفة الكافية أو التدريب الكافي لاستخدام مثل هذه المنصات، لربما هو بقصد أنه عملية التقدم بالمادة التعليمية حتى لا تصير عليه بشكل مربك. حقيقة شبابنا عندهم مجموعة ملاحظات وأصدروا مجموعة بيانات، هذه الملاحظات يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، وكليتها ملاحظات هي حقيقة مبررة من إذا ننظر لها بوجهة نظر أو أخرى، فلذلك يجب أن نأخذ هذه التحفظات كليتها بنظر الاعتبار حتى يعني نقوم عملية التعليم الإلكتروني بالشكل اللي هو حيكون مفيد بالنسبة لهم. أيضا أكو ملاحظات واستفهامات كثيرة من قبل السادة التدريسيين ومحتاجين إلى تدريب أكثر، ولا ربما الممارسة واحدة مو كافية أنه يمارس استخدام التعليم الإلكتروني قد ما هو يحتاج إلى دورات تدريبية بهذا المجال. أيضا إحنا محتاجين إلى تدريب أكثر في استخدام موضوع جوجل كلاس روم والخصائص اللي موجودة به حتى نستفاد من أقصى إمكانية أنه نقدر نوصلها. بالتالي مع هذه المعوقات اللي موجودة احنا نقدر ندللها ونطلع لقدام باتجاه استخدام التعليم الإلكتروني من أساس حقيقة انه الكل يقدر يشوف هذا فيلم الفيديو. اليوم الشباب والأساتذة والطلاب يقدر يشوف، يتصفح اليوتيوب ويشوف الأفلام ويشوف المقاطع الفيديوية اللي موجودة. على هذا الأساس احنا نقول انه دقيقة فيديوية واحدة هي بالحقيقة تعادل حوالي 1,800,000 كلمة. هذا ما تشير إلى الأدبيات والخبراء والباحثين بهذا المجال، إنه دقيقة واحدة تعادل ملايين الكلمات. فبالتالي إحنا دائما نفضل إنه نروح نصور المحاضرات مالتنا. عملية التصوير تحتاج إلى أجهزة تصوير مثل كاميرا،
بعض الأساتذة، وحتى إذا نشوف اليوم على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي مثلا، أكو بعض الأساتذة مشكورين، هو يقف أمام السبورة ويخلي شخص يساعده مساند إنه يصور له حتى لو عن طريق الموبايل، ويسجل المحاضرة وينشرها إلى طلابه. ربما هذه عملية صعبة نوعا ما، وتأخذ وقت وتأخذ جهد. لذلك احنا بما انه عندنا المادة مالتنا على شكل الكتروني وورد او بي دي اف او باور بوينت او حتى على شكل صور، احنا محتاجين نستبدل هذه الاجهزة، التسجيل، الكاميرا او حتى الموبايل. ممكن ان نستخدم برنامج، هذا برنامج يسجل ما يدور على سطح المكتب مثل ما انا دا اسوي حاليا. حاليا دا استخدم برنامج الباور بوينت لايصال محاضرة معينة، ودا اسجلها صوت وصورة، مو قدامي كاميرا ولا مستخدم الموبايل، وانما مستخدم تطبيق برنامج. هذا البرنامج نصبته على الحاسب، يقوم بتسجيل صوت وصورة كل ما يدور على سطح المكتب. بالحقيقة احنا مش محتاجين كأساتذة، محتاج الى حاسبة ومحتاج الى الهيدسيت، هيدسيت بخصوص تنظيم الكواليتي مال الصوت، ولربما ما نحتاج لان هي اوريدي، هي الحاسبات واللابتوبات هي بيها مايكروفون ممكن يسجل. محتاجين الان اذا تنصيب هذا البرنامج على الحاسبة، وهناك كثير من البرامج. اذا ما كانت عندي حاسبة، اذا كان عندي بس موبايل، ايضا نقدر اعرض الماده العلميه على شكل صوره او بي دي اف او وورد حسب ما متوفر عندي بالموبايل. وايضا اقدر انصب برنامج من الابل ستور او جوجل بلاي، اقدر انصب البرنامج يسوي سكرين ريكوردر لكل ما يدور على سطح المكتب، ويمكن هنا العمليه ايضا راح تكون سهله، لان يعني راح اعرض الماده على شاشه الموبايل واحكي، وبالتالي اشرح الماده العلميه، وبالتالي هذا البرنامج هو ده يسجل. اذا هنا احنا بنسجل ملفات فيديوية ومحاضرات فيديوية، ومطلوب لاحقا ان نرفعها مثلا على مكان او نخزنها على مكان ثم نستوردها بالجوجل كلاس روم حتى يتفاعل ويا طلابنا. اكو برامج التسجيل الفيديوي؟ نعم اكو برامج كلش هواية، واحد من عندهم فري سكرين ريكوردر، هذا موجود ويا الويندوز، موجود ويا الويندوز 8.1 وصعودا ويا الفيرجن، موجود مثلا كام ستوديو، موجود كثير 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 من التطبيقات، وحتى تطبيقات توصل الى مرحلة المونتاج، مرحلة محترفة. حقيقة أنا دائما أفضل فاستون. الفاستون هو كابتشر، هو برنامج كلش بسيط كلش سهل. أعتقد الفيرجن الموجود حاليا هو 9.3، ممكن ننزله من الموقع fastone.org. ما موجود به من أوبشنات هذا بالبداية، هي خاصة بأخذ صورة إلى السكرين، إلى الشاشة. والأوبشن هذا هو اللي يهمنا حقيقة، هو سكرين ريكوردر. لما اضغط على سكرين ريكوردر راح تظهر عندي نافذه لتحديد المساحه اللي اريد اسجل بها، لربما احتاج يعني مساحه معينه مو كل الشاشه. لكن حقيقه انا افضل، خاصه احنا الاساتذه لشرح الماده العلميه، افضل اروح الى الفول سكرين. هذا راح ياخذ لي تصوير صوت وصوره لشاشه سطح المكتب بشكل كامل. من ادوس ريكورد راح تبدا عمليه التسجيل بشكل كلش بسيط. اخوان اذا ما عندنا غير ان نحضر الماده العلميه مالتنا، حتى لو كانت على شكل صور، حتى لو وورد، حتى لو بي دي اف، حتى لو باور بوينت مثلا، ونحتاج انه نعرضها على الحاسب ونحتاج انه نصورها بهذا الاسلوب البسيط باستخدام هذا البرنامج فاستون، ممكن انه احنا نسجل المحاضره. وحقيقه اكيد اكو كثير من البرامج الاخرى اللي ممكن نستخدمها. بعد ما اقول له ستوب راح ينخزن الفايل على شكل دبليو ام بي اللي هو ويندوز ميديا فيديو. هذا الفايل اللي انخزن هو فايل فيديوي تسجيل للمحاضره اللي يقوم طالب عرضها. فبالتالي باستخدام هذا البرنامج احنا نقدر نستخدم نصور الفيديو. لكن عندنا ملاحظة اخوان، انه لا يتجاوز حجم تسجيل الفيديو للمحاضرة واحدة 15 دقيقة. 15 دقيقة هي هذا من الاخوان المختصين في هذا المجال ينصحون انه يكون ضمن الربع ساعة او اقل من ربع ساعة تسجيل وحدة دراسية، مو تسجيل محاضرة دراسية، وانما موضوع دراسي، وحدة دراسية اقدر اسجله ضمن هاي الفترة. بالحقيقة مهما كنت استخدم الموبايل او استخدم الحاسبة، ممكن أسجل مجموعة محاضرات. يعني اليوم أنا مثلا مجهز نفسي أنه أسجل مواد تعليمية، فبالتالي سجلت محاضرة طولها 15 دقيقة، محاضرة أخرى طولها 11 دقيقة، محاضرة أخرى طولها 3 دقائق 7 دقائق. فبالتالي أسجل محاضرات فيديوية على حجم الوحدة التعليمية اللي أريد أعرضها، فصارت عندي مجموعة فيديوهات. هذه الفيديوهات مثل ما قلنا أنه على لا تتجاوز 15 دقيقة. والحقيقة أخوان احنا محتاجين ان نرفعها الى مكان، لربما موجوده تكون عندنا هارد مثلا اكسترنال هارد او ما شابه، لكن انا حقيقه افضل ان نرفعها على اليوتيوب، وراح نشوف شلون راح تكون على اليوتيوب، وبالتالي الطالب يقدر يتصفحها. اتذكر اخوان حتى الطالب اذا او حضرتك اذا تريد تشوف
فيلم على اليوتيوب، ايش قد تقدر تشيل الموبايل بايدك مثلا 10 دقائق 7 دقائق 11 دقيقه 12 دقيقه 15 دقيقه، اكثر راح تتعب، وحتى تشتيت للذهن راح يكون اكثر. فبالتالي احنا حتى تكون ضمن معايير معينه نشتغل على هذا الموضوع. حتى نرفع على اليوتيوب احنا محتاجين يكون عندنا ايميل، هذا الايميل موجود على الجوجل اللي هو الجيميل، جيميل اكاونت، وهذا الشيء اساسي الحقيقه. جامعاتنا ومؤسساتنا التعليميه هي عندها ايميلات رسميه، ومعظمها هو رابط ويا الجوجل، فبالتالي حتى نقدر نستخدم الايميل الرسمي للوصول الى اليوتيوب. لما اكتب يوتيوب دوت كوم راح تعرض لي واجهه مثل هذه الواجهه، اروح على الماي شانل، عندما اروح على الماي شانل راح تظهر واجهه. طبعا اقدر اغير الصوره، اقدر اغير الصور الموجوده هنا حتى اسوي الشانل الخاصه بي، القناه الخاصه بي. عندي مجموعه فايلات موجوده بالحاسب سجلتها مسبقا لوحدات تعليميه، اريد ارفعها على اليوتيوب، فادوس هنا على الابلود، ادوس على الابلود، ايضا ادوس هنا على هذا الابلود حتى اروح عليه اشوف بالحاسبه وين موجود اني خازنها. فمن اختار الفايل راح تبدا عمليه الابلودنج. بالحقيقه احنا نرجع نقول هي يعني ضعف شبكه الانترنت بشكل عام بالبلد، ربما راح ياخذ عندنا وقت. يقول هنا 3% صار 70% صار 95% الى ان يصير 100%، لما يصير 100% راح يتحمل الفايل بالكامل. انا محتاج انه اعطي هنا اسم لهذا الفايل، ربما نقول انه هذه المحاضره الاولى بالماده الفلانيه، او المحاضره الثانيه في الماده الفلانيه، المحاضره الثالثه، وهالشكل اعطيها تايتل. فموضوع انه احنا نعطي تايتل هو موضوع كلش مهم، ومرات نحتاج انه نعطي ديسكربشن، الديسكربشن ايضا مهم، انه هذه المحاضره مخصصه الى الكليه الفلانيه، القسم الفلاني، اعداد التدريس الفلاني. فمحتاجين انه نضع وصف الى هذه المحاضره، وايضا نرجع نقول انه التايتل والوصف هو شيء مهم. بعد ما خلصت هذه ممكن نسوي بابلش، عندما ندوس بابلش راح يعطينا رابط الى لهذه المحاضره بعد ما رفعت على اليوتيوب. نقدر هذا الرابط ناخذه ونشيره بين طلابنا او خلال وسائل الاتصال الاخرى على سبيل المثال. بعد ما صورنا نصيحتي انه هو رفع الفايلات الفيديويه على الجوجل كلاس روم. لو نجي على جوجل كلاس روم اخوان، لو لاحظنا احنا لازم نضمن بيئه الجوجل، يعني اليوم احنا نستخدم السيرش البحث مال جوجل، نستخدم الجيميل مال جوجل، نستخدم اليوتيوب مال جوجل، جوجل سكولر ايضا نستخدمه احنا كباحثين، ايضا جوجل كلاس روم. اذا احنا ضمن الجوجل فاميلي، عندما افوت بالاكونت مالتي، عندما اقول لك كونتينيو هنا، هذه عمليه الزائد، اذا من ادوسها راح تطلع لي سؤال، انا استاذ او طالب؟ اذا كنت استاذ راح يخليني انشئ صف ويعطيني كود، اذا كنت طالب من ادوس على الطالب راح يطلب من عندي الكود. مجرد انه هذا الكود مال هذا الصف اللي زودني به الاستاذ، مجرد انه اكتبه انا كطالب مباشره راح انضم الى الصف. فهي عمليه جدا بسيطه بعمليه انشاء الصف او الدخول اليه. وقت اللي انا استاذ جامعي واريد انشئ الصف، يطلب من عندي الاسم، اسم الصف، لربما اكتب اسمي ايضا، لربما اكتب المرحله، او اسوي له كرييت. فبالتالي هنا صار عندي الصف، هو ولد لي كود. هذا الكود اللي موجود هنا انا اقدر ادزه الى طلابي عن طريق التليجرام او الواتساب او الفايبر او باي شكل اخر. مجرد انه الطالب من يدخل على جوجل كلاس روم، يدوس على هذا الكلاس، لما يساله الطالب لو استاذ، عندما يختار طالب راح يطلب من عنده هذا الكود. مجرد انه يكتب هذا الكود راح ينضم اوتوماتيكيا الى الصف اللي انا مسويه. لو نلاحظ هذا الجوجل جوجل كلاس روم، راح نشوف هنا اكو بوستات، والبوستات طبعا بالنسبه للطالب ممكن انه يبدي يعلق ويجاوب، ممكن انت ايضا تجاوب مثل ما يصير عندنا بالوسائل التواصل الاجتماعي. لما نروح على كلاس وورك ممكن نشوف الماتيريالز اللي انا كنت رافعها سابقا. لما اروح على كرييت، ادوس على الماتيريالز، ممكن انه ارفع ماتيريالز هنا، المواد او المحاضرات او الفايلات الفيديويه اقدر ارفعها الى طلابنا. من ضمن الميزات اللي يعطيني اياها جوجل كلاس روم اللي هي ما موجوده بوسائل الاتصال مثل فايبر والتليجرام وغيرها، الميزات اللي موجوده بالجوجل كلاس روم، قصدي بالمنصات التعليميه مثل جوجل كلاس روم، المودو، المودو الكافيس، موجود انه شلون تتفاعل مع الطالب بشكل اكاديمي. ممكن اعطيه اساينمنت، ممكن اسوي كويز اساينمنت، ممكن اسوي كويستشن، ممكن اسوي ريوز للبوست معين. خلينا نروح على كويز اساينمنت، اقدر هنا اكتب التايتل، اقدر اضيف وصف مثلا، اقدر. اللطيف انه جوجل هو راح يسوي لي جوجل يعني بلانك كويز جاهز، جوجل فورم جاهز، ممكن انا استخدمه وممكن ما استخدمه. ممكن اروح هنا على الاد، لربما عندي اريد اضيف فيديو، فايل معين، فتشيت، فتصورة معينه، ف
فايل وورد مثلا اريد اضيف حسب. فبالتالي هنا اقدر استخدمهم، اقدر اشوف انه ادز الياصف اذا انا استاذ ربما عندي مجموعه صفوف، وحتى داخل الصف ربما ادز كل الطلاب او مجموعه من الطلاب. اقدر اعطي وزن اذا كان هذا الاساين مثلا محتاج الى مرجع طالبي مثلا ريبورت، الطالب يجاوبه ويدز لي اياه، فابغى بعد ما اقراه هنا داخل المنصه اقدر اعطيه مباشره درجه. اقدر اعطي وقت انتهاء مثلا. الروبريك ايضا شيء لطيف، ممكن بالروبريك هذه محاضره يتقدمها الدكتور عدي من جامعه التكنولوجيا، هو ايضا عضو في الفريق الوزاري، شلون ممكن انه نستخدم مفاهيم الروبريك لتقسيم الدرجه، يعني مو درجه مباشره اعطيها، شلون انه تتقسم سو بريك داون للدرجه على مختلف المستويات. فبالتالي هنا ايضا نقدر نستخدم الجوجل كلاس روم باداره العمليه التعليميه، يعني عمليه التدريس، يعني مو فقط انه انا ادز محاضرات وانما اقدر اتفاعل مع طلابي ايضا. ايضا اذا رحنا على موضوع الكويشن، اذا اريد اسال، طبعا بالمناسبه هناك كويشن مجموعه اسئله، يا اما شورت انسر يا اما لونج انسر يا اما ملتيبل تشويز يا اما سنجل تشويز، ونفس المفاهيم ايضا. اللطيف انه مثلا ممكن انه الطلاب يحكون مع بعضهم البعض او لا، وممكن اختار انه مثلا انه الطالب بعد ما سوى سبمت ممكن انه يعدل الاجابه مالته او لا امنعها. فبالتالي هنا اقدر افعل هذا حتى يصير انتراكتيف بين الطلاب او انا امنعها. مرات احضر مجموعه اسئله مسبقه لقدام احضرها، فاروح على السكجول، بالسكجول مثلا انه انا اديت سؤال واريد انه يطلع للطلاب مثلا ب 8 الصبح يوم 16 الجاي. ممكن اسوي سؤال ثاني، سؤال ثالث، سؤال رابع، كلها احضرها، كلها اسوي لها توقيتات انه تنعرض الطالب اوتوماتيكيا. ربما انا اكون مشغول في ذلك الوقت، ربما اكون في ملتزم بالتزام اخر، بشوف انه هذا السيستم اوتوماتيكيا هو يرفع لي الاسئله الى طلابنا ضمن البلاتفورم. ايضا اقدر اشوف الطلاب المشتركين اللي موجودين عندي بالصف، لربما اتعامل ويا مجموعه من عندهم او اتعامل مع كلهم، لربما اريد اعيد كويز او امتحان لعدد محدد من عندهم. فبالتالي اكو مرونه كلش كبيره بالتعامل مع الطلاب مالتنا. الجريدز بما انه احنا ما مسوي درجات، لكن وقت اللي تقيم، وقت اللي تحط، راح تشوف انه بالجريدز موجوده كل الدرجات الطلاب اللي جمعوها، فبالتالي صار عندك مثل ماستر شيت. هذه البيئه التعليميه، هذا البلاتفورم هو حقيقه تتوفر بهذه المنصات مثل جوجل كلاس روم والادمودو وغيرها. بالحقيقه نقول طلابنا لما يتعاملوا ويا هاي الانفايرمنت، انا ما راح اعتقد انه راح تكون عليها صعبه مثل ما دا يستخدم هذه الادوات. وحقيقه اخوان امانه نقول اذا شلنا تطبيق التعليم الالكتروني، واذا شلنا مثلا على سبيل المثال السناب شات، واذا شلنا الماسنجر، واذا شلنا بقيه هذه التطبيقات اللي احنا بنصبيها على الاجهزه مالتنا، فبالحقيقه عندما نشيل هذه التطبيقات، التليفونات هاي الذكيه اللي موجوده عندنا تذكرون من فتره قبل على الانترنت، فما تحولت هذه التطبيقات بس عمليه الكولنج، فبالضبط راح تكون مثل هذا الجهاز، جهاز التليفون الارضي. بالحقيقه احنا في ظل ظروف صحيه عامه او في ظل ظروف استثنائيه، احنا الهدف والتحدي هو مو انه نرجع خطوه الى الوراء، لا بالعكس. العزيمه وغيره العراقي هي بالعكس، واحنا اساتذه جامعيين ومؤتمنين على مستقبل ابنائنا الطلبه. فبالتالي احنا نقدر نستخدم هذه التطبيقات البسيطه، نقدر نستخدم جوجل كلاس روم، نقدر نستخدم ادمودو، نستخدم اليوتيوب، تطبيقات جدا بسيطه للتعليم الالكتروني تساعدنا على ايصال الماده التعليميه، الطالب حتى لو كان قاعد ببيته، فبالتالي احنا نقدر نتواصل وياه. لكن اخوان احب انه اشير الى فقره معينه بهالاتجاه هذا، واكيد هي متروكه الى سياسه القسم او ريجوليشنز اللي يضعها القسم. ما معقوله احنا ندز استاذ يعني محاضره ماده نقول للطالب اقراها، راح ادز لك اياها بالسبعه بالليل واريد مثلا اسوي فد مراجعه او امتحان مثلا ب 12 بالليل. انا حقيقه هذه معاناه عانيتها مع بنتي طالبه، فبالتالي المعلمه هي دزت واجب الساعه بالسبعه المغرب، ورادت انه ينحل هذا الواجب وموعد التسليم هو بالتسعه. هيك احراجات حقيقه هي احنا مو بهذا الصدد. فبالتالي لازم اكو بعض الريجوليشنز العامه اللي يضعها القسم للاساتذه، اللي هي مثلا انه الماده التعليميه او الاسئله او الاسايمنت او التقارير او اي تواصل ممكن انه تدز هاي المعلومات للطالب خلال مثلا من 8 ل 4 العصر، بعد ال 4 العصر مثلا ما تندز محاضرات او ماده او اسئله. فبالتالي الطالب يعرف
يعرف انه هو بعد الاربعه هي وصلت لكل الواجبات او وصلت لكل الماده. وايضا الاستاذ يطلب مثلا حتى هذا السكجول اللي موجود وكذا وقت الانتهاء، مثلا يطلب انه الانتهاء تسليم الواجب او تسليم الكويز او الامتحان بعد 24 ساعه او 48 ساعه او بعد 7 ساعات او 8 ساعات، الطالب بحيث يعرف حتى مو يكون هو دائما لازم الموبايل مالته ويشوف يا استاذ دز يا استاذ ما دز ويا واجب عنده ويا واجب ما عنده، ولربما يصير عندنا تضارب بين الاساتذه، لذلك هذا لازم ناخذه بنظر الاعتبار. ايضا موضوع انه الطالب هو ما دا تصير الامتحانات الالكترونيه، حقيقه الموجوده الادوات اللي تخدم موضوع الاختبارات الالكترونيه حضرتك تقدر تستخدمها مثل ما احنا نستخدم الكويز مثلا داخل الصف، او ممكن انه تستخدم اسئله او تضع كويزات حتى تضمن انه الطالب هو قرا الماده. لكن هي مو امتحان بمعنى الامتحان الرسمي، الامتحان الرسمي لازم الطالب انه يجي الى الصف الى القسم الى الكليه ويمتحن الامتحان الرسمي الاصولي. لكن حقيقه هذه الاختبارات الموجوده هي كلها تعزز من القيمه العلميه عند الطلاب ومتابعتهم، تضمن قراءه الماده ومتابعتها من قبل طلابك. فهذه ايضا من الامور اللي حبيت اشير لها بشكل عام، وايضا ارجع اقول هي تعتمد على سياسه واستراتيجية القسم برسم هذه السياسة. أخيرا أخوان نقول أنه الولنجنس اللي هو الشغف أو حقيقة اهتمام أو رغبة التدريسين بإنجاز التعليم الإلكتروني هو الأهم. الرغبة عند الأستاذ الجامعي، الرغبة عند الطالب، الرغبة عند أولياء الأمور، الرغبة عند المجتمع هي هذه اللي تنجح التعليم الإلكتروني. إحنا محتاجين إلى educational strategy عامة للبلد، مثل ما تشوفون انه الجامعه حتى جامعه واسطه هي باديه بهذا الموضوع، محتاجين الى تولز الاستاذ الجامعي يستخدمها، لربما جوجل كلاس روم، لربما الادمودو، لربما المودل، لربما الكافز، غيرها من الادوات بلاتفورم من المنصات اللي ممكن يستخدمها الطالب. ايضا ممكن انه نسوي فايلات فيديويه، وهذا انا طبعا دائما ما افضله، لان نرجع نقول هو الفيديو هو افضل وسيله توضيحيه، افضل من النصوص، افضل من حتى افضل من الصور. ممكن أن نستخدم اليوتيوب لوضع هذه الملفات الفيديوية، وبالأخير نسحبها عن طريق جوجل كلاس روم أو المنصات التعليم الإلكتروني. regulations هي جدا مهمة أن تضعها الكلية أو يضعها القسم أو يضعها مجلس الجامعة، بعض regulations العامة اللي حتى لا تكون عندنا هاي الفوضى اللي نعاني حاليا حقيقة من عندها. وحقيقة أكيد حضراتكم عندكم خبرة وبتعامل وممارسة مع موضوع التعليم الإلكتروني، عندكم كثير من الملاحظات اللي هي تهمنا وتهم كافة الأساتذة الموجودين في العراق لتبني موضوع التعليم الإلكتروني. لا يسعني في نهاية هذه تقديم هذه المحاضرة غير أنه أشكر حضراتكم على حسن إصغائكم، وشكر موصول إلى مدير قسم الشؤون العلمية في جامعة واسط دكتور عايدة المحترمة، وإلى السيد مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية دكتور صبيح المحترم، وإلى كافة زملائي وزميلاتي في جامعة واسط. أسأل الله التوفيق، عسانا أن نفلح في هذه المهمة، وعسى أجرها عند رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تمر هذه الأزمة ونشوف الجميع بصحة وعافية إن شاء الله. شكرا جزيلا.